بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية أخوان. بشكل عام بدنا نركز على التحديث بكل مساراته السياسي والاقتصادي والإداري، وهو مشروع الدولة ومش مقبول للتراخي أو التراجع أو التأخير أو التأجيل. فأنا بدي بس الجدية من الجميع أنه فعلا نحن نشتغل بهذا الاتجاه. وهون أنا بطلب من كل وزارة وكل وزير بنشتغل بتركيز على قدرات الوزارة وقدرات الفريق اللي راح يشتغلوا معكم، لأنه هون أظل جزء من المشاكل والتحديات حتى يتمكن من تحقيق أهداف وبرامج الوزارة ورؤية التحديث الإداري والاقتصادي. وراح نقيم دولة الرئيس، كل وزارة وكل وزير على هذا الأسلوب. جزء من التحديات اللي أمامنا باستمرار كمان التواصل مع المجتمع ومع مع المواطن. فلازم نكون صادقين مع المواطن، كيف أنتم ماشيين وكيف بدكم تحلوا المشاكل أمام الجميع. فبطلب من الجميع إنه فعلا دوركم إنه تحركوا مع المواطنين، تزوروا المناطق المختلفة، تواصل مع المواطن حتى هو يحس إنه أنتم جزء من التشارك بين السلطات الحكومية والشارع، والمواطن نفسه يحس إنه هو جزء من الخطة. أيضا كمان التعاون والتنسيق بينه وبين الإعلام، لأنه إذا أنتم ما بتشتغلوا بجدية مع الإعلام المهني، خوفي للأسف على السوشيال ميديا نعطي المجال أخبار الكاذبة والإشاعات. نحن باستمرار مشكلتنا كيف نوصل الرسالة للشارع. فمن هون دولة الرئيس أنا بطلب منك ومن الوزارات إنه كل ثلاثة أشهر إنه يكون في إيجاز منكم لوين وصلتوا وشو التحديات وكيف نمشي للأمام، حتى منقيم أداء الوزارة أو الوزير، وإذا في تأخير ليش في تأخير. إذا التأخير لأنه في سوء تفاهم كسل هذا إشي، لكن إذا في ظروف محلية أو إقليمية هذا إشي ثاني. واللي مش قادر يتحمل المسؤولية خلينا نكون صريحين بين بعض ونعرف من الآن، بدناش يعني إذا واحد أو اثنين مش قادر يخرب على الجميع. أنا بعرف إنه أنتم مخلصين وبدكم مصلحة البلد. اليوم أنا شايف إنه في موقف تاريخي أمامكم، الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، ما في تراجع، لأنه لما نقدر نحل مشاكلنا بهذول الاتجاهات نحن راح نكون بخير بالمستقبل. مع كل تحديات الإقليم والعالم التركيز وزي هيك، أنا بقول لأي ناس برا اللي بيفكروا إنه نحن عم نكبر الحكي على الإصلاحات، هذا مش صحيح. الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري مهم جدا، ما في تراجع.